بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، انطلق الآن الشوط الرابع، والذي يحمل نخبة من المفاريد القعدان، ويحمل هذا الشوط 22 شعارا. تنطلق الآن هذه عطايا الله، تنطلق الآن في أول المراكز لهب ملك السيد سعيد بن محمد بن هليل، ويليه على ثاني المراكز مياس ملك محمد بن فرج بن هليل، وعلى ثالث المراكز المتحد ملك عبد الله بن جار الله آل بخيت. المتحد ملك عبد الله بن جار الله آل بخيت. وفي رابع المراكز الرقم 9 مياس محمد بن فرج بن هليل. وفي المركز الخامس السيف ملك جار الله بن سالم ابو شريده. ونعود الى اول المراكز، نعود الى لهب، وهو اسم من لهب واداؤه من لهب. يا سلام يا لهب. ونعود الى ثاني المراكز ثاني المراكز سنيار منك عبد الله بن صالح بن ملهية سنيار. وفي ثالث المراكز يحدث تغيير شاهين سالم بن برقان المقارح على ثاني المراكز. وفي ثالث المراكز سنيار عبد الله بن صالح بن ملهية. يا سلام. جميع القعادين في نقطة واحدة، جميع القعادين تتجمع في نقطة واحدة. نقترب من المئة متر الأخيرة، ولا زال الشاهين يسيطر على زمام الأمور. للسيد سالم بن برقان المقارح. الله 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 الله، تهانينا والناموس سالم بن برقان المقارح مالك شاهين. وفي ثاني المراكز غير مدون عندنا. وفي ثالث المراكز الأسد ملك السيد بطحان بن حمد بن حديد. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. التوقيت الزمني لهذا الشوط 2:13:75 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس.